معلومة طقسية، طقس صلوات اليوم فريحي، الأجبية حتى الساعة السادسة، الصوم فطر كامل، الألحان فاي بيبي وتايشوري ويقال لأنك قمت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان القيامة، القراءات قراءات اليوم من قطمارس الخمسين المقدسة، السنكسار لا يقرأ، الدورة ثلاثة بالهيكل وثلاثة بالكنيسة ثم واحدة بالهيكل، الأيقونة القيامة، الثلاث تقديسات، الثلاثة قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات ارحمنا، الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار، القسمة تقال قسمة عيد القيامة المجيد، التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطقس الفريحي. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، أطلب حقوقك، صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير، التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحدون، أنا فيهم وأنت فيهم ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا
أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين أحبائي. النهاردة اليوم الخامس من الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة. بركة هذه الأيام المقدسة تكون معنا أمين. تحدثنا قراءات هذا اليوم المبارك بداية من مزمور عشية بيكلمنا عن أن احنا لازم نكون متوكلين على الله وليكون لنا رجاء دائما به. يعطينا أيضا أن الثقة بالله في أن حياتنا كلها ملك إيديه مش بإيد الناس أو الرؤساء، لأن الله هو الذي يعطينا الصلاح ويعطينا الخير ويعمل معنا الحق ويعمل معنا العدل. أما الناس فيعطونا حسب أهوائهم الشخصية وحسب مصالحهم الشخصية. عندما يتحدث الكتاب المقدس عن الرجاء وعن الاتكال بالله فيقول في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث عدد 7 وعدد 8 بيقول إيه؟ بيقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. بدينا أمر لما ربنا يدي أمر إن موضوع هينتهي، فالموضوع ده هينتهي أيا كان، لأنه فتح لنا باب، فتح لنا باب الرجاء، فتح لنا باب الاتكال عليه. وفي هذه الأيام المباركة أحبائي الله يجعلنا أن ننظر إلى الأبواب المفتوحة ولا ننظر إلى الأبواب المغلقة. لو خدنا مثال على كده القديس أثناسيوس الرسولي، قالوا له العالم كله ضدك، وقال لهم ايه؟ قال لهم انا ضد العالم. القديس أثناسيوس الرسولي جاب منين الثقة ديت وجاب منين الشجاعة في الرد دوت؟ جابه من ايه؟ هو كل شغله متكل على الله، كان بيه رجاء بربنا، لان ربنا كده قال كلمة صريحة الله يفتح ولا احد يغلق. دانيال لما كان في جب الأسود يقول كتاب إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. الله أعطى أمر بأن أفواه الأسود تسد تماما أمام دانيال. القديس بولس الرسول بيقول حاربت وحوش في أفسس لكن الله أغلق أفواه هذه الوحوش. أفواه الوحوش اتسدت إزاي؟ بأمر من الله. قديس بولس الرسول وكل القديسين اللي جعلوا رجائهم وجعلوا اتكالهم، فالله أعطى الأمر بأن هم يكونوا محفوظين دائما لأن اتكالهم عليه. عشان كده مزمور عشية بيأكد علينا أن التوكل على الرب أفضل من التوكل على البشر. الرجاء بالرب أفضل من الرجاء بالرؤساء. أما عن فصل إنجيل عشية أحبائي فبيكلمنا عن أداب الحضور إلى العرس، ضرورة اختيار الموضع الأخير من أجل التواضع. التواضع مهم في حياتنا. في أحداث هذا الفصل من الإنجيل المقدس لما لاحظ السيد المسيح أن الناس بتبتدي تتصارع على المتكئات الأولى والجلوس فيها، رسالته
كل واحد من الناس ديت كان شايف نفسه ان هو الحلو، كان شايف نفسه ان هو احسن من غيره. كل واحد الناس ديت افتكر انه يستحق الكرامة من نفسه، يعني كل واحد بيدي الكرامة لنفسه. فالسيد المسيح بيقول لنا ايه؟ خلوا بالكم من الذات والانا. الذات والانا هي ام الخطايا اللي بتحارب اي انسان موجود. الانشغال بالذات والكبرياء ضد رسالة المسيح. يقول الكتاب في فيليبي الإصحاح الثاني عدد 7 يقول لنا إيه؟ لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الإنسان. حتى السيد المسيح أخلى ذاته وصار شبه الإنسان لكي يفدينا ولكي يعطي لنا الخلاص الدائم. حتى الآباء القديسين لما نسمع عنهم ونسمع عن صلواتهم وأصوامهم وعلاقتهم بربنا، حتى ان هم درجوا دخلوا في وسط درجات عالية جدا 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 من الروحيات وعمل المعجزات والآيات الكتيرة، كانوا يقولوا ايه؟ احنا ما نستحقش، احنا كلنا خطاة. وكانوا دايما يقولوا احنا ما نستحقش نقعد في المتكئات الأولى. القديس بولس الرسول نفسه في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15 عدد 10 قال ايه؟ أنا ما أنا بل نعمة الله المعطاة ليا. قديس بولس الرسول بكل كراسته وبكل المعجزات اللي عملها وبكل المواهب وبكل فرط الإعلانات اللي شافها من الله قال ما أنا، أنا ما أنا. وفي الآخر يقول لنا إيه؟ أنا الذي مثل السقط. كل ده قديس بولس لأن أنا ما استحقش ده كله، كل دي من نعم الله عليا. في هذا الفصل أيضا يا أحبائي بيرشدنا القديس لوقا يقول لنا إذا تواضعت وجلست في المتكئات الأخيرة فإنك تأخذ كرامة. إزاي أخذ كرامة وأنا قاعد في المتكئ الأخير؟ يقول لنا الكتاب إيه؟ حينئذ يكون لك مجدا أمام المتكئين معك. لما يجي صاحب العرس أو صاحب هذه العزومة يقول لك اتفضل اطلع قدام، فدي انت كده بقى ليك كرامة في وسط الناس اللي قاعدة كلها. وينتهي بقوله عندما يقول لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يا ريت يا أحبائي ما نصدقش مدح الناس لينا، لأن مدح الناس ما بيقباش دايما صادق. دايما نقف وقفة خشوع وقفة خضوع لله، نعرف رأي ربنا فينا إيه مش رأي الناس فينا إيه. أما عن مزمور باكر يا أحبائي فهو مرتبط بمزمور عشية. الإنسان اللي دايما جعل اتكاله ورجاؤه بالله لابد ولازم أن يقدم الشكر الدائم والاعتراف لله لأن الله استجاب له، وقف معاه. فالحقيقة لما نتكلم عن استجابة الله لينا فده لا تأتي استجابة إلا بدوام الصلاة. يعني الإنسان اللي بيصلي دايما، الإنسان اللي واثق في ربنا دايما، الإنسان اللي مخلي اتكاله على الله ورجاؤه بالله تأكده ده تماما يا أحبائي إن هو أموره كلها هتستجاب. واحد يجي يقول طب ما احنا المزمور بيقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك وينصرك اسم إله يعقوب. طب أنا في أشد الاحتياج لله في موقف معين أو في تجربة معينة، ليه ربنا ما بيستجبش لي على طول؟ يجي الكتاب يقول لنا إيه؟ ما أبعد أحكامك عن إيه؟ الفحص. كل شيء مرتب وكل شيء من الله لحكمة معينة فالله، ودي ربنا بيدينا بها تعزية. كل حاجة ربنا حطتها في خطته، لكن كل حاجة ليها إيه؟ وقتها. إحنا يا أحبائي مش شغلتنا إن إحنا نحاسب ربنا ليه نفذ لنا الطلب ده وليه ما نفذ لناش الطلب ده، كله بترتيب. لكن كل اللي نقوله واللي ربنا عايز يسمعه مننا اللي هي لتكن مشيئتك يا رب. يا رب أنا سلمتك الموضوع لتكن مشيئتك، يا رب الطلب قدامك لتكن مشيئتك، أنت تصرف فيه يا رب وأنا واثق في حكمتك وواثق في تصرفك. ونتأكد يا أحبائي كل صلواتنا وطلباتنا قدام ربنا ليها اهتمام كبير في فكر الله. الله لا ينسى طلب لأحد، الله لا يرفض طلب لأحد.
في ناس كتير برضو لما تطلب طلب من ربنا وما يتحققش، أنا أول كلمة أنا مش هصلي تاني، ربنا مش سامع لي الطلب بتاعي فأنا مش هصلي له تاني، وده غلط. لازم أن نصلي بلجاجة، نطلب بربنا بلجاجة، والله هو الذي له التصرف الوحيد في كل طلب وفي كل صلاة بنصليها. ننتظر دايما من الله الرد الإلهي وننتظر الحل الإلهي. الحلول الإلهية يمكن تكون بطيئة شوية لكنها صالحة وللخير، إنما الحلول البشرية سريعة، حل البشري مننا سريع جدا ولكن ممكن أن يكون ضد مشيئة الله. من يتبع حياة التسليم ويتبع حياة الاتكال والرجاء بالله يستجيب له الله سريعا في صلاته. أما عن إنجيل باكر فبيكمل لنا إنجيل عشية، مين اللي يستحق أن يخش الدعوة دي؟ مين اللي ليه الفرصة أن يخش الدعوة؟ الله دعيها. إذا صنع إنسان وليمة أو غزاء أو عشاء ما يدعيش أصحابه الأغنية، ما يدعيش أقرباؤه، ما يدعيش الناس اللي ليها أفضال عليه، لكن ليه ناس معينة، لأن الناس ديت هيردوا العزومة بعزومة، فبقت المكافأة مكافأة بشرية مكافأة أرضية. إنما مين اللي يقدروا إن هم يخشوا وأقدر أخذ مكافأة من الله؟ الكتاب قال عنهم مين هم؟ المساكين، الضعفاء، العرج والعميان. والحقيقة أحبائي لما نقرأ حياة السيد المسيح هنلاقي إن هو جه عشان خاطر الناس ديت، وقف مع المساكين، شدد الضعفاء، شفى العرج وشفى العميان، ما جاش للناس الأغنياء لكن جاي لكل الناس ومن ضمنهم واهتم بيهم هؤلاء الناس. هما ما بيبقاش عندهم ايه اللي يكافئوني بيه لان هما مش هيقدروا يردوا العزومة، لكن اقدر اخد المكافأة منين؟ من الله. هتبقى مكافأة إلهية وليست مكافأة بشرية. فالكتاب يقول في إنجيل باكر النهاردة إيه؟ فتصير مغبوطا إذ ليس لهم ما يكافئونك به، لأنك ستعطى المكافأة عنهم في قيامة الإيه؟ الأبرار. لما نخش في قراءات اليوم ونكمله هنلاقي القديس بولس الرسول هذا الفصل بيكلمنا عن إيه؟ شكر، الشكر لله. الشكر لله احنا قلنا نشكره لان احنا متكلين عليه والرجاء به وهيدينا احسن الحلول وافضل الحلول، لكن نشكره بقى من حاجة مهمة جدا، وده كان سبب نزول الله من السماء عشان يفدينا ويخلصنا، ان هو حررنا من عبودية الخطية. الطريق في الخطية نهايته الموت، فالسيد المسيح من حبه لينا اعطانا الحياة الابدية بانه حررنا من الخطية من قبل صليبه وقيامته المقدسة، أعطانا أيضا البر والطهارة. لقى القديس بولس الرسول عمل مقارنة ما بين الخطية وما بين التحرر من الخطية. الخطية بتسبب ضعف في الجسد، بتسبب نجاسة وكل اسم، الخطية نهايتها الموت. أما لما نيجي نتكلم عن التحرر من الخطية هنلاقي ان التحرر من الخطية في كل بر وتقوى، في كل بر وطهارة بنكون بيها عبيد أمناء لله، بنكون نأخذ ثمر القداسة. ونهاية التحرر من الخطية اللي المسيح ادهلنا هي ايه؟ الحياة الأبدية. الكاثوليكون في الرسالة الأولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول بيكلمنا عن كيفية الدخول لهذا الطريق لله، فنلاقي الإجابة في نقطتين. أول نقطة الإيمان بالسيد المسيح، تاني نقطة حفظ وصاياه ومحبته. نقطتين مهمين عشان نخش في الطريق مع السيد المسيح. الإيمان زي ما احنا عارفين يا أحبائي هو ثمرة من ثمار الروح القدس اللي بناخدها بعد التحرر من الخطية. الإيمان برضو قال عنه القديس بولس الرسول في عبرانيين 11، قال إيه؟ الإيمان هو ثقة بما يرجى والإيمان بأمور لا ترى. يعني في أمور لا ترى لازم أكون مآمن بيها. وقال في إنجيل يوحنا 20 بيقول إيه؟ طوبى للذين آمنوا ولم يروا. طوبى للذين آمنوا ولم يروا، هو ده اللي اسمه إيه؟
الإيمان. الإيمان بقى المطلوب مننا في هذا الفصل المقدس من القراءات هو أننا نؤمن بالسيد المسيح، إن هو ابن الله، المسيح هو الذي ولد من الله، والمسيح أيضا هو الذي فدانا وتألم عنا، ونؤمن به ونؤمن بقيامته وصعوده إلى السماوات. بس كل الإيمان ده لازم يكون فيه تدخل من الروح القدس. الإيمان بالله وإيمان الإيمان بأن السيد المسيح هو الله وهو مولود من الله، ده لازم يكون فيه تدخل من الروح القدس. عشان كده بيقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح 12 آية 13 بيقول: وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بإيه؟ بالروح القدس. تاني حاجة في الرسالة اللي عايز يوصلها لنا معلمنا يوحنا الرسول في الكاثوليكون، إن هي حفظ وصاياه ومحبته. لعل يا أحبائي أن المحبة هي أول الوصايا. يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل إيه؟ نفسك. أول وصية هي المحبة. فالمحبة وحفظ الوصايا يعتبروا وجهين لعملة واحدة. لما أحب ربنا قوي بالتالي عن اقتناع هحفظ وصاياه جدا، لما أحفظ وصاياه هلاقي محبة ربنا سهلة. الوصايا تقيلة؟ لا، الوصايا مش تقيلة، لأن قال عنها الكتاب ليست إيه؟ ثقيلة. الله لا يعطينا وصايا ثقيلة وفي الآخر هنحاسب عليها. فدينا ربنا وصايا، بيقول إيه؟ وصايا ليست إيه؟ ثقيلة. أما الإبراكسيسي أحبائي فيكلمنا عن الاضطهاد اللي حصل في الكنيسة أيام قتل القديس استفانوس، وكان شاول اللي هو القديس بولس الرسول كان أول الناس اللي وقفة وكان راضيا على قتل القديس استفانوس. بيقول: وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. يعني اللي حصل مع القديس بولس في ده كله لما كان شاول، النعمة اشتغلت فيه فحولته من شاول إلى القديس بولس اللي تعب أكثر جميعا من إيه؟ من الرسل بعد أخذ هذه النعمة، ونمى في حياة التسليم والاتكال على الله والرجاء به. هذه الرسالة أحبائي لنا جميعا. يعلمنا الكتاب أن أي اضطهاد أو أي تجربة نمر بيها لازم أن يكون فيها شكر ورجاء وثقة أن الله يتدخل في الوقت المناسب وبالحل الأمثل. وفي النهاية أحبائي، مزمور وإنجيل القداس في هذا اليوم المبارك يكمل لنا عمق وقوة المحبة وقمة المحبة التي أحبها لنا السيد المسيح، محبة مش هنشوفها إلا من رب المجد يسوع. في حوار السيد المسيح مع الآب بيقول له إيه؟ أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ويقول له برضو يكونوا هم أيضا واحدا كما نحن أيضا، ويقول برضو حيث أكون أنا يكونون هناك إيه؟ أيضا. ربنا عايزنا معاه دايما، واقف معانا دايما، حتى الحب اللي ما بينه وما بين الآب عايزنا احنا نكون زيه. في نهاية هذا الفصل ودي كلمة مهمة جدا بيقول إيه؟ وأكون أنا فيهم. يعني السيد المسيح هيكون فينا. طب إزاي السيد المسيح يكون فينا؟ يكون فينا بالحب، يكون فينا بالإيمان، يكون فينا بالتناول. بيقول: من يأكل جسدي ودمي يثبت فيا وأنا فيه. يكون فينا بالمعمودية بالروح القدس، ويكون فينا بالتوبة. يكون فينا يعني إيه؟ يعني يكون في قلوبنا، يكون في فكرنا، يكون في حياتنا كلها. القديس بولس الرسول بيقول في غلاطية 22: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني يكون المسيح فينا بنعمته وقوته وروح القدوس وبعمله فينا. الله يعطينا الإيمان والرجاء والثقة لإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.